أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين ومتابعين شاشة تلفزيون دولة الكويت من استديوهات قطاع الأخبار والبرامج السياسية من تلفزيون الكويت. نرحب فيكم أجمل ترحيب في برنامجكم من أجل الكويت. نحو 60% من المجتمع الكويتي هم من فئة وشريحة الشباب، نسبة تفرض ضغوطا والتزامات على صانع القرار للأخذ في الاعتبار هذه الشريحة العامة من المجتمع، وذلك لحمايتها من الخطاب الديني المتطرف الذي يؤدي إلى سلوك بلا شك متطرف. ولقد برهنت المواقف بعد الحادث الإرهابي في مسجد الإمام الصادق على أن المجتمع بأسره يلتئم في جسد واحد عند الأزمة. الشباب كان من ضمن القاعدة بدليل تواجدهم عند مكان الحادث وأثناء مراسم الدفن والعزاء ليرسموا لوحة رائعة في التلاحم والترابط. الدولة تؤكد دائما على أهمية الرياضة في توجيه وتمكين الشباب وإعدادهم من خلال توسيع فرص وقاعدة الممارسة الجماعية للرياضة وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الشباب في النواحي الرياضية، وذلك لحمايتهم من السقوط في بئر الأفكار التكفيرية الإجرامية. من أجل الكويت نستضيف من خلال هذا البرنامج شرائح متعددة وطوائف معددة من المجتمع الكويتي، كل في مجاله وفي قطاعه. اليوم معنا في الجانب الرياضي كابتن منتخبنا الوطني لكرة القدم، نجم من نجوم كرة القدم الكويتية، الكابتن حمد الطيار. كابتن حمد، أهلا وسهلا فيك، سعيد في وجودك معنا اليوم في من أجل الكويت. بداية لك كل الشكر، أشكرك وأشكر أشكركم على هذه الاستضافة، وبارككم نهاية الشهر، وأيضا بارك للسادة المشاهدين، وإن شاء الله الله يعيننا ويقدرنا إن شاء الله أن نقدم شيء يحتم علينا الواجب الوطني بتواجدنا في هذه الحلقة. عنوان عريض حمد، شلون نقدر كقطاع رياضي بكافة فئاته بكافة ألعابه بكافة رياضينا بكافة مسؤولينا، شلون نقدر نحارب هذا الفكر الإرهابي المتطرف ونحمي شبابنا الرياضي من خلال الرياضة؟ هذا العنوان العريض راح أسمع إجابتك عنه بعد هذا التقرير. مفهوم الحرب على الإرهاب لا يتوقف على الهجوم للقضاء على من يعيثون في المجتمع فسادا، بل هو دفاع عن المجتمع لحمايته من أفكار هادمة لمقدرات الدولة ومستقبلها. الكويت لم تتوانى عن الاهتمام بالشباب، فوزارة الدولة لشؤون الشباب ولجنة الشباب التابعة لمجلس الوزراء وأخرى تابعة لمجلس الأمة جهات تنفيذية وتشريعية صلب اهتمامها هو الشباب ورعايته، كما قدمت 1.5 مليون دولار لمكتب الأمم المتحدة للشباب لتمكين الشباب ورعايته مؤخرا. وقبل أيام وافق مجلس الأمة على إنشاء هيئة عامة للشباب وأخرى للرياضة بهدف وجود جهاز يخصص لكل من قضايا الشباب والرياضة، بل ويهدف إلى بناء وتقويم الإنسان. وكما أوضح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم لحمود الصباح بأن حادث تفجير مسجد الإمام الصادق عكس بعض صور الانحراف الفكري الذي يتعين التصدي له من خلال نشر الحقائق الدينية والعلمية والثقافية لتوعية الشباب وتحصينه حتى لا يتحولوا إلى سلاح في يد الإرهابيين يلحق دمارا شاملا بالمجتمع. الدولة ليست وحدها مسؤولة عن احتضان الشباب وإرشادهم، فإلى جانب الأسرة هناك الأندية الرياضية المطالبة بتفعيل النشاط الثقافي والاجتماعي من خلال الفعاليات المختلفة والندوات والتفاعل مع الشباب عن طريق المتخصصين والمفكرين ضمن إطار جاذب لا منفر. الرياضيون مطالبون أيضا بالوجود وسط الشباب وإبراز ما حققوه من نجاحات لإيصال رسالة توعوية تحفيزية توجه الشباب. في غمرة انشغال الأسرة والدولة تسلل ما يسمى بتنظيم داعش مع فكره المنحرف المتطرف إلى عقول الأولاد الصغار والشباب اليافع ووجه سلوكهم إلى الدم والإرهاب. لكن الآن يتعين على كل الأسر وكل الدول أن تعيد الاهتمام والتركيز على الشباب بنصف الحاضر وكل المستقبل. من جديد نرحب فيكم في من أجل الكويت. عبارة جميلة في نهاية التقرير، الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل. نصف الحاضر وكل المستقبل، 60% منهم شباب، ما يجذبهم الأكيد العديد من القطاعات والعديد من المواضيع، لكن أهمها قطاع الشباب والرياضة. سؤالي قبل التقرير
كان شلون نقدر نحتوي نحمي هؤلاء الشباب من الفكر المتطرف رياضيا. حمد الطيار من جديد. تكل الشكر والترحيب. بداية طبعا خلنا نتفق على قاعدة عشان ننطلق منها. الموضوع اللي صار واللي آلمنا أمر ما يمس أي طائفة أي قبيلة. متفقين. الموضوع يمس الكويت. متفقين. والأمر اللي صار التفاف على الكويت. صحيح. ولكن دائما من المحن تؤتى المنح، وهذه منحة أتت. أنا أعتبر الموضوع والالتفاف اللي صار والوحدة والأمر اللي صار، ردة الفعل اللي صارت باعتقادي كانت في منتهى الروعة. ردة الفعل اللي صارت بعد الحدث كانت رائعة جدا بكل ما تحمله المعنى من كلمة، وتجد هني معدن الشعب الكويتي ومعدن الشعب الكويتي. تجد أن شلون الالتفاف ترابط التلاحم وأمر كان في غاية الروعة، وكيف يعني أصبح العدو واضح. صحيح. أصبح الأمر ما كان يمس أي شريحة معينة في المجتمع الكويتي. إذا برجع على سؤالك، يعني كيف ممكن ننهض بالشباب أو كيف ممكن أن نحمي الشباب من الفكر الإرهابي؟ أنا باعتقادي أن الركيزة الأساسية في أي أمر أو أي أمر يتعلق بالشاب هي البيت. أنا رأيي يعني كيف ممكن أن ننشئ شاب صالح بالتعامل من البيت؟ كيف ممكن نعمل في البيت البيئة المناسبة للأسرة؟ تقصد الأسرة؟ أنا أقصد البيت. نعم. أقصد الأسرة. كيف مراقبة الوالدين؟ التقرير اللي شفناه في منتهى الروعة ويفصل ويعني ويجسد أمر في غاية الأهمية. كيف نحمي الشباب؟ الشباب يدوم من البيت. البيت إذا صلح يصلح كافة المجتمع. يأتي دور الوالدين، كيف مراقبة الوالدين لأبنائهم؟ كيف مراقبتهم ومتابعتهم في كافة الأمور؟ الآن المجتمع ترى أصبح خلاف الماضي. يعني هذا الأمر يجب أن نعيه وننتبه له، أن ترى الآن المجتمع والتفتح اللي صار خلال الأجهزة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، ترى أمر الآن الانفتاح اللي صار يجب أن نعي له، ويجب أن حتى يعني الجيل اللي سبقنا يجب أن ينتبه أن ترى الأمر الآن الطفل والشاب ترى المفاهيم عنده مختلفة عما كانت عليه. كيف ممكن نشغل الوقت الفراغ للشاب؟ الشاب محتاج. لو بنوظف الكلام هذا حتى على السؤال، كيف ممكن نوظف الشباب فيما يتعلق في الرياضة؟ كيف ممكن نجذب الشباب فيما يتعلق في الرياضة؟ أمر الشباب والرياضة أمرين مختلفين. يعني لا يلزم أن كل شاب، يعني أنا أعرف كثير من الشباب يقول والله أنا ما عندي ميول رياضية. بالضبط. هل معنى هذا أن أنا والله يعني خلاص انتهى دوري في المجتمع؟ لا، احنا نقول أن الشاب عنده مسؤوليات ولا واجبات ممكن يكون فيها المجتمع خلاف الجانب الرياضي. الجانب الرياضي هو جزء مهم ومكمل أساسي في المجتمع. الرياضة ما تصل على كرة القدم. الرياضة مختلفة طيافة. فيها الرياضة القتالية، فيها الرياضة اللي فيها ترفيه الجماعية والفردية. نعم. فالرياضة لها أنواع، يعني لها تنوع في الجانب الرياضي. فممكن الشاب إذا ما وجد نفسه في الجانب الرياضي قد يذهب إلى مجال آخر، السيارات وسباق السيارات وسباق الدراجات، وفق أطر قانونية ووفق أطر تحمي الشاب قبل لا تحمي الجانب الآخر. فكيف ممكن نحمي الشاب في كافة الرياضات؟ وكيف ممكن نجد أن الشاب ونجد له رغبة وميول في أنه يسلك في الجانب الرياضي؟ تعريف جميل وفرشة جميلة لحديثنا، لكن خلني أستثمر وجودك كونك أنت أحد نجوم كرة القدم الكويتية وفي نادي كاظمة الرياضي حمد الطيار. خلنا نبدأ خطوة خطوة، نبدأ مع اللاعب ومن ثم النادي، من بعدها الاتحادات والهيئات الرياضية، ومن ثم ننتقل إلى المجتمع المدني. شلون نقدر نستثمر شبابنا، نحتويهم، نقدر حتى نبرز طاقاتهم من خلال الرياضة. اللاعب نفسه، اللاعب الحين خلاص خلنا نسلم الأمر أن هذا حب المجال الرياضي وانخرط في السلك الرياضي أيا كانت تلك اللعبة. شلون أنا كلاعب أقدر أحصن نفسي رياضيا بما يفيد أمتي، ديني، وأيضا وطني؟ يعني لك أن تعرف يمكن، وهذا الأمر لكافة اللاعبين، ترى إحنا لازلنا، يعني يمكن أنا لعبت فترة ووقفت، بس لازالوا ربعي اللي بدأوا وياي ترى زالوا هم أصدقائي. بدأنا في النادي وتعرفنا في النادي وكملت معرفتنا، لازلنا على علاقة مع بعض. فالنادي ترى يعني مجال لحتى للتواصل الاجتماعي، الأصدقاء والبيئة المناسبة اللي اختارها الوالدين للاعب أو للشاب، عشان واحد المصطلح للشاب أمر مهم. ترى البيئة مهمة، والبيئة البيئة النادي ترى بيئة يعني لو استثمرت بشكل صحيح ويعني كان فيها التنوع في المجال الاجتماعي، أعتقد أن البيئة راح تكون مناسبة للشاب في أن يستك فيها كافة يعني إلى نهاية حياته. المعرفة موجودة، وحتى التواصل الاجتماعي عنده المعرفة الاجتماعية تزيد وتتصل علاقاتها في 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 كافة، حتى المعرفة من خلال الأندية الأخرى، من خلال شغل الوقت في المباريات في الملاعب. فأنا باعتقادي أن كيف ممكن أن نجعل من اللاعب الشاب سلاح يحمي المجتمع، وهذا أمر يعني الآن بدأت الدول المتقدمة تستخدم اللاعب الرياضي
او شاف في انها ممكن في جانب ايضا استثماري، استثمر في جانب دعائي، في جانب ايضا توعوي، توعوي يعود بالنفع الى 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 المجتمع. واحنا بالنهايه يعني الانديه ما هي انديه رياضيه فقط، النادي اصبح مؤسسه اجتماعيه ثقافيه تشمل كافه اطراف المجتمع. فانا كيف ممكن اني انا اخف من اللاعب من خلال الاجواء المحيطه؟ ايضا ترى انا ما ممكن القي اللوم فقط على اللاعب، ايضا ترى دور الاداره في الانديه الرياضيه ترى دور في غايه الاهميه. وكيف انا ممكن يعني ترى في بعض الانديه عندها الجانب التوعي عالي، فممكن انا استقطب شخصيه معتدله في اي كافه مجالات، في جانب ديني، في جانب اجتماعي، ممكن ترى يرسل رسائل في غايه الاهميه. الرسائل هذه لو انتقلت اللاعب انعكاسها على المجتمع ترى مهم. انا لما يجيب شخصيه معتدله في كافه المجالات ويعطي رسائل للاعبين خلال فترات متقطعه شهريا، مره بالشهر ومره خلال شهرين، الرسائل اللي استقبلها اللاعب هذه بعدها التاثير راح يكون على اللاعب، ممكن يترجمها على ارض الواقع، ينعكس على المجتمع كامل. حمد خلا اطر هذا الموضوع هني، انا ما ابي اضع اللوم على الانديه الرياضيه اطلاقا، نعم. لكن اللي انا اعرفه واللي اكيد انت تاكد على ان الدوله مو مقصره من ناحيه دفع الميزانيات لجميع الانديه الرياضيه، مبالغ وميزانيات انا اشوفها عاليه المستوى الى حد ما. القصد منها مو بس استثمار وشغل وقت الفراغ رياضيا، اعني بكلمه رياضيا ان فقط منافسات الدوري كأس سمو أمير البلاد، كأس سمو ولي العهد، أو حتى المشاركات في مشاركات البطولات الخارجية سواء مع الأندية أو المنتخبات. الأندية لما تم إشهارها وتأسيسها كانت تسلك خطين، الخط الرياضي التنافسي وأيضا الخط الثقافي، عمل دورات ثقافية، مسابقات ثقافية، بطولات ثقافية. هل الجانب الثقافي في أنديتنا الرياضية مفعل؟ أنت لاعب، أنت أقرب مني لهذا الموقع، الأندية مفعلة عندها الجانب الثقافي التوعوي في طريق أيضا المنافسات الرياضية؟ يعني سؤالك يعني في أكثر من مجال، أو نعم، فممكن لو نتكلم بداية على 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 الدولة، هل هناك تقصير؟ احنا يعني عشان ما نكون يعني أيضا ان منافقين، وجودنا في قناة اليوم قناة الأولى رسمية، ان ممكن نتكلم أمر ضد، انا أنقل والله اللي قاعد أشوفه. الدولة باعتقادي الشخصي أنا ما أجد هناك أي تقصير في الجانب المادي في 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 الرياضه. يعني انا اجد الدفع الدعم المادي موجود للرياضه وايضا للشباب. اذا بنتكلم على الانديه والقصد من اشهارها، هل يسلك جانب ثقافي ام جانب رياضي؟ انا اجد بالفعل مثل ما تفضلت، اجد هناك قصور كبير في الجانب الثقافي، لان يعني يمكن اللي متابع يرى ان هناك دوري الدوري الثقافي، نعم، بين الانديه، نعم هذا موجود. ولكن انا يعني انا لعبت في نادي كامل، ولعبت سنوات طويله، اللي قاعد اشوفهم يمثلون النادي في النادي الثقافي هذا انا ما اعرف احد فيهم. فمن باول يكون التواصل ما بين النادي الثقافي هذا يكون الفه، النادي ترى القرض من انشائه ترى الالفه مو فقط في رياضه معينه، ترى النادي يجب ان يكون هناك تواصل بين كافه الالعاب. يعني انا بالنهايه احنا كلنا الموجودين في النادي هذا اسره واحده، نعم، ونحمي شعار واحد. فالمفترض انه يبدا يعني يبدا ولاء اللاعب بدايته في النادي، ويكون عنده انتماء لهذا النادي اللي يحميه وقاعد يدافع عنه ومضيع يعني وشاغل وقته في هذا النادي، وبعدين ينتقل ولاء هذا وهو الاهم والقصد منه والاسم منه هو ولاء البلد. صحيح. والانتماء لدوله الكويت وهو الهدف الاساسي والاسمى من انشاء الانديه، ان احنا نمثل بلدنا خير تمثيل. فانا باعتقادي انه يجب هناك توعيه اكبر للجانب في الاداره، الجانب الرياضي، انه كيف يكون هناك تواصل بين كافه اللاعبين في النادي. الهدف واحد والهدف اسمى، احنا قاعد نمثل نادي واحد، فمفترض يكون تواصل بيننا اكبر. اللي يمثلون النادي الثقافي مفترض يكون هناك تواصل بين اللي مارسون كره القدم او مارسون كره اليد او مارسون رياضه السباحه او رياضه الكاراتيه. في كافه ما بحدد لعبه معينه، يكون هناك التواصل بين كافه اللاعبين. كيف يكون التواصل هذا؟ بان هناك يكون هناك اجتماع شهري او دوري بين لاعبين النادي للتعارف. يعني دورات الخليج انا شاركت في اكثر من بطوله للخليج، يكون هناك في يوم للتعارف، وحتى احنا وقت الوجبات الغداء والعشاء يكون هناك التواصل بين اللاعبين، ناكل في مكان واحد. هذا يصير الاندماج بالضبط الاجتماعي فيما بينهم. حمد ميخال وكلامك على متمه. بساعة انت اشرت لجزئيه وايد مهمه، قلت لو ناخذ مثلا شيخ وسطي معتدل ويا ما اكثرهم ويا اجملهم ويا ارقاهم عندنا في دوله الكويت، لو نستقطب من هؤلاء المشايخ المميزين الراقيين اللي عندهم الوسطيه في الحديث ومن هذا الامور، ليش الأندية ما تستقطب مثل هالمشايخ؟ ومثل ما قلت قبل شوي، نفعل الدور الثقافي في أنديتنا الرياضية، درس توعية، تنمية فكرية، ليش هذا الدور غايب من أنديتنا؟
بالضبط، وهذا يعني جزء مهم، يمكن يعني يقع اللوم او يعني الامر يعني يقع على عاتق بعض اللاعبين، يعني تجد بعض اللاعبين اللي عندهم يعني التزامات. تجدهم يعني لهم حضور او لهم تاثير على بعض اللاعبين، فيكون هناك التاثير للاعب هذا يعني. وصارت يعني معانا كثير ان احنا والله وقت التمرين مثلا اذن ان احنا نروح نصلي يعني، وندعو اللاعبين مثلا نروح، لان بالنهايه احنا هدفنا اسمى ان لما يعني يتنمى الجانب هذا ترى تاثير ايضا في الجانب الاخر، فلما يكون هناك التزام في بعض الامور الدينيه او في كافه الامور الدينيه يكون هناك انعكاس حتى رياضيا. يعني في بعض الاحيان وفي بعض الامور يجب ان يعيها الشاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. ترى افشاء السلام والامر لما يكون هناك حب وود وسلام بين اللاعبين ترى انعكاسه مهم، يعني انعكاس مهم حتى على الجانب الرياضي، ترى 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 واللي يرجع حتى حق يعني الجمهور المتابع المشاهد راح يعرف ان هذا الامر وئام وصفاء فيما بينكم بعيد عن التنافس الرياضي. نعم، ويعني هذا ترى الامر انعكاسه حتى علاقه اللاعبين فيما بينهم، ترى علاقه مهمه، وتجد العلاقه هذه ايضا انعكاسها على تعامل اللاعب مع باقي اللاعبين الاخرين في الانديه الاخرى. هذا الامر انعكاس اللاعبين داخل الملعب ترى له تاثير كبير على الجمهور، الجمهور اللي يحضر وان كان هناك بعض التعصب الرياضي، ولكن لما يشوف الامر اللي قاعد يصير داخل الملعب امر في ود وفي تنافس مهم والتنافس مطلوب، وطبعا انا اتكلم عنه ما اقصد ان نلغي التنافس، التناقض والتحدي هذا امر موجود، ولكن لما يشوف انعكاس الروح يشوف الود يشوف الاحترام بين اللاعبين ما بين اللاعب والاخر، اعتقد ان هذا الامر انعكاسه في غايه الاهميه على كافه الجماهير الموجوده. خليني اروح الى المجتمع المدني. إذا الحين تكلمنا عن دور الأندية اللي أساساً مدعومة من الدولة ومن الحكومة، دور المجتمع المدني هل هو فعال؟ الدورات التي تقام سواء في شهر رمضان أو حتى طوال فترة السنة، الأكاديميات الرياضية اللي نشوفها منتشرة تحمل أسامي أندية مرموقة أوروبياً وعالمياً، دور المجتمع المدني في احتواء الشباب وحمايتهم مثل هذا الفكر الضال، شلون انا اقدر كمجتمع مدني من خلال الدورات الرياضيه من خلال الاكاديميات الرياضيه الان منتشره في الدوله اقدر احتوي الشباب؟ كلمني عن هذا الجانب. يعني هو جانب في غايه الاهميه، وانا باعتقاد ان اي مؤسسه بكافه يعني بكافه نشاطها سواء كان نشاطها رياضي او نشاطها مختلف، المسؤوليه اليوم مهمه، اليوم احنا كلنا موجودين صفا لصف، لان احنا بالنهايه وجود او احنا يعني كيفية استثمار الشباب أحسن استثمار، وإحنا نجد أن الشاب الكويتي شاب عنده طاقات غير طبيعية، وقاعد نشوف أن إنتاجية الشاب الكويتي، أنا يمكن عشت فترة طويلة عشت يمكن في خارج الكويت، عشت في بريطانيا، قاعد أشوف أن الشاب الكويتي حضوره والكاريزما اللي عنده مؤثرة لامعة لافتة. نعم، ولا تأثير مهم يعني، وتجد الإبداعات والتفكير والقدرة على الابتكار، ترى مهم نستثمر الشاب الكويتي، الشاب الكويتي ترى فيه طاقات، وإحنا قاعد نشوف حتى الابتكارات العالمية اللي قاعد تصير ابتداء من وجود الشاب الكويتي، احنا مو هنا مو موجودين عشان نمدح، ولكن هذا واقع. واقع. نعم واقع، واحنا ما ممكن احنا نلغيه ونفيه، وهذا الامر موجود حتى لكل شخص او كل شيء او كل يعني كل شخص قريب يلتمس المجتمع الكويتي يجد طاقات من مجتمع يعني مجتمع صغير، ولكن تجد طاقات. هذه الطاقات، هذه المواهب اللي اشرت لها في البنان، وهي واقع حقيقي ليس فقط للاستهلاك الاعلامي، هذا واقع حقيقي. لكن سؤال، هل المجتمع المدني استطاع ان يحتوي هؤلاء الشباب للمزيد من الابداع؟ هل استطاع ان يحتويهم؟ يعني انا بشكل او باخر انا يعني اجد في هناك قصور، طبعا احنا نسعى على الكمال، انا يعني اتمنى من المجتمع يعني المدني يكون هناك ايضا التفاف للشباب، احنا قاعد نشوف ان في انشطه قائمه، الاكاديميات قاعد تعمل بدورها، المؤسسات الرياضيه اللي مسؤوله، ولكن انت بالنهايه انت محتاج يعني بدا التقرير في معلومه في غايه الاهميه، انت تتكلم اكثر من نصف الشعب الكويتي من فئه الشباب 100% صحيح، يعني انت قاعد تتكلم اكثر من نص 2% يعني يعتبر اكثر من نص، فانا شلون اوسح الشريحه مهم انها تسع، انه ما تسع فقط الرياضيين، انا شلون اقدر اجذب الجانب الرياضي او جانب الشباب في كافه اطيافهم، بغض النظر عن يعني ما نبي نتكلم عن الجانب الرياضي ايضا ترى في يعني حتى فيما يتعلق في احنا نشوف شنو الشاب الكويتي او شنو الشاب بعموم الكلمه شنو اهتماماته وشنو ميوله، ترى حتى في الجانب يعني مخالف، بس احنا قال لو بنذهب حتى حق الدوانوين نجد ان حتى الجانب ترى الكوت اللعبات ترى البلاي ستيشن الامور التكنولوجيه هذه ترى امور مهمه، يعني انا شلون اقدر اجذب الشاب، انا اي امر عندي ممكن اجذب فيه الشباب احاول واسع فيه، وبالنهايه يعني دور المجتمع هو دور يعني مهم انه يحفظ الشاب في 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 مجتمعه، وكيف انه ممكن يخلق منه شاب منتج ومؤثر. احنا عندنا يعني الان في فتره العطله الصيفيه
شلون اقدر اخلق امور تشد الشاب وتجعله اكثر انتمان واكثر اثراء لمجتمعه. والامر ترى يعني الطاقات الفكريه عندنا احنا كثيره في المجتمع، يعني كل المتقلدين مناصب اللي بيدها القرار كلهم ناس وصلوا مراحل علميه عاليه، فعندهم القدره وعندهم الفكر في كيفيه استثمار الشاب وكيفيه يعني الانتاج منه اكبر انتاج ممكن يثري ويعود بالنفع على المجتمع. في ذات الزاويه في العوده الى دور الدوله، والدنا وقائدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عسى ربي حفظه ويطول في عمره، إيمانا منا بدور الشباب دائما حتى في خطابه في نطقه السامي دائما ما يركز على الشباب، دعم احتواء الاهتمام بالشباب، لذلك تم إنشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب، ما هو من باب المديح لكن وصف لما يقومون فيه الإخوان في وزارة الدولة لشؤون الشباب، يعملون ندوات، يعملون أيضا بعض المؤتمرات، بعض الفعاليات لاحتواء لحماية لإبراز طاقات هؤلاء الشباب، هل هذا كافي؟ شنو اللي ممكن إذا أحد الإخوان المسؤولين في وزارة الدولة لشؤون الشباب يتابع حاليا هذا البرنامج من أجل الكويت، شنو المطلوب أكثر من الإخوان في وزارة الدولة لشؤون الشباب للاهتمام بالشباب تحديدا؟ يمكن أنا لامست قرار مهم صار وهذا يمكن البعض أو يمكن اللي يسمعنا الحين أو اللي شاهدنا يرى أنه هو قرار أو يعني شيء بسيط، ولكن هذا شيء انعكاس، أنا أتكلم على الشريحة اللي أنا موجود فيها اللي هو المدارس الحكومية أصبح أنه بسعر رمزي تأجر الملعب ملاعب مشروع ملاعبنا نعم فيعني الأمر هذا ترى انعكاسه وأنه يعني تشوف الفئة والشريحة اللي استفادت من القرار هذا شريحة غير طبيعية، وأنا قاعد أشوف أن الآن الأمر أصبح يعني إحنا خلنا نكون واضحين وواقعين صحيح أكثر يعني لعبة انتشارا في الكويت أو في العالم كلها كرة القدم نعم، وحتى ترى حتى نشغل الصالات والملاعب الترابيه الموجوده ايضا في 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 على البحر في كافه الالعاب سواء كره الطائره او كره السله او حتى كره اليد، ترى امر في غايه الاهميه، بس انا اتكلم عن القرار هذا اللي شلون يعني بالنهايه عاد لحفظ وقت كثير من حتى في حفظ الاموال يعني في حفظ الوقت اصبح الامر في غايه الاهميه، انا الموضوع يمكن هذا عاصرته وعشته واستفدت منه، اتكلم على المستوى الشخصي حتى على مستوى الشريحه اللي انا حواليها استفدنا من القرار هذا، واصبح الموضوع يعني في السابق كان الامر في صعوبه في ان احنا نشغل وقت فراغ نشغل وقتنا في لعب الكره، كنا ناخذ مره بالاسبوع، الان اصبح الموضوع اكثر اتساعا بتوفير الملاعب، اصبح الموضوع 4-5 مرات في الاسبوع، فنتخيل لك انك تتخيل حتى في الجانب البدني للشاب، انا ما اتكلم حتى على الجانب ان الوقت، اتكلم حتى على الجانب البدني، لما اللاعب يمارس رياضه بشكل اسبوعي او بشكل يعني دوري على 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 مدى الايام، هذا بالنهايه انعكاسه مهم، فانا بتكلم على لو بنتكلم على 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 ماذا يحتاج الشاب الكويتي اكثر انا باعتقادي ان العقول الموجوده يعني عندها قدره على التفكير عندها قدره على الخلق، انا يعني الامر انا دائما احرص ان اتساع الرقعه والشريحه تتسع، ان الامر مو مقصور فقط على كره القدم وعلى الرياض، انا صحيح. اتمنى ان اتمنى من الناس المسؤولين واللي بيدهم القرار ان يوسعون الرقعه ويكون الانتشار وال يعني الاستثمار والفرص تكون بشريحه اكبر شو احنا يعني ممكن ننزل او ممكن من خلال احتكاكنا مع بعض افراد المجتمع نعرف شنو الميول اللي يميل لها الشاب وشنو ممكن احنا نستثمر الامر الاشياء هذا اللي ممكن تستقطبها نعم وبالنهايه تعود بالنفع عليه هو كشاب عشان ممكن احنا نكتسبه، وان احنا قاعد نشوف يمكن يعني يمكن الغالبيه يقول ان وقت الفراغ كله قاعد يضيعونه في المجتمع في المجمعات التجاريه، ايضا المجمعات التجاريه انا ممكن استثمرها، انا ممكن اقوم بمشروع او بفكره في المشروع في في المجمع التجاري واستثمرها، يعني ترى الامر يعني متاح يعني واحنا قاعد نشوف حتى المهرجانات اللي صارت والدعايات اللي قاعد تصير في المجمع التجاري الكبير ترى بالنهايه انعكاسها حلو، وهنا عندنا عقول مبكر يعني عندنا متكرة. عقول عندها قدره على التفكير وعندها يعني خلاقه عندها قدره على خلق امر مؤثر، فالامر موجود لو كان الناس او اقتباس الشباب موجودين في المجامعه التجاريه ممكن نستفيد من الامر هذا في استفاده في غايه الاهميه. يعني رسائل عديده وصلتها الكثير من الايضاحات اوضحتها، لكن تبقى هناك رساله يمكن انا ما حددت جهه معينه، لكن في رساله يمكن حمر الطيار نجم منتخبنا الوطني ونادي كاظم الرياضي حاب يوصلها، هو ختام لقائي معك رساله حاب توجهها لمنو حمد؟ يعني انا ودي يعني انا ماني شرعي ولا اني في الجانب الديني، بس انه يعني حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي لا ينطق عن الهوى قال من اصبح منكم معافى في بدنه امنا في سربه عنده قوت يومه حيزت له الدنيا، تخيل معافى في بدنه يعني صحيح هذا شيء شخصي لي انا، امنا في سربه هذا المجتمع عنده قوت يومه عندي شيء اكله بس باليوم حيزت له الدنيا، فتخيل الامن والامان، والله 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 من غير أمن وأمان ما لنا قيمة، من غير أمن وأمان ما لنا كرامة،
من غير امن وامان ما لنا دور. احنا راحت ديرتنا 7 شهور، ما اعتقد في شخص طلع برا الديره هذه كان له وجود وكان له كيان. ترى من غير الامن والامان ومن غير ما الشخص يطلع من برا بيته يشعر براحه ويشعر بطمانينه، ترى ما لنا قيمه. هذه الرساله واهم رساله يجب ان تصل لكل شخص موجود في هذا البلد وكافه البلدان. ترى من غير امن وامان ما لنا قيمه. واحنا يمكن الشيء اللي شدني واللي انا يمكن يعني استمتعت فيه واللي قريته قبل فتره، ان احنا ككويتيين ترى نطلع من بيوتنا لدرجه الامن والامان اللي نشعر فيها ان نطلع مقافلين بيوتنا صحيح ولا قافلين سيايرنا. فالامر هذا متى ما تلاشى او متى ما بدا يروح هني بنبدا نخاف. الامن والامان هذه اهم رساله، وهذه رساله مو اللي انا اكد عليها، اللي اكد عليها خير البشريه واللي اكد عليها محمد صلى الله عليه وسلم واكد عليها ايضا صاحب السمو وركز عليها كل شخص موجود في هذا البلد وكافه البلدان. امن وامان تساوي قيمه وكرامه ووجود. قول امين. امين. قولوا امين ايضا مشاهدي الكرام. عسى الله يديم علينا نعمه الامن والامان يا رب العالمين في بلدنا وسائر بلاد المؤمنين والمسلمين، تحديدا في قياده حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. ربي حضره ويطول في عمره. كنا معاكم اليوم في من اجل الكويت، كل الشكر لنجمنا نجم منتخبنا الوطني النادي كاظم الكابتن حمد الطيار على وجوده الرائع والمميز معنا في حلقه اليوم. حفظ الله الكويت واهلها من كل مكروه. الى اللقاء.